نورانا النهاردة المطربة الجميلة صباح الأشقر. ازيك يا صباح، عاملة اهلا ايه؟ وسهلا فيكم. ازيك يا منورانا، صباح؟ تسلمولي يا ايه رب. الاغنيه الجميله دي؟ تسلم لي يا رب. احكي لنا بقى فكرتها جت ازاي وعملتيها ازاي؟ فكرة الغنية هي كانت عبارة عن رسالة. أنا طبعا خبيرة تغذية وصاحبة عيادة كلينيكا صباح ومستشفيات كلينيكا صباح، فكان في رسالة حابة أنا أوصلها للمرأة، انه الجمال ما بس بيعتمد على المظهر الخارجي، انه الجمال هو بيبلش من جوا، من الروح ومن الجسم، وبعدين طبعا بكمل المظهر الخارجي. بقى حبيت اوكي. اني اوصل انا هي الرساله عن طريق غنيه تكون هيك خفيفه وتلامس يعني الستات. مش كان حلو. القصد ان انت تعملي اغنية. لا، هي ما كانت القصد الغنيه، بس هو الاستاذ عمرو عمرو مصطفى مصطفى طبعا. اي وقت ما كنا، هو طبعا صديق قديم لإلي انا وزوجي، بقى هو دائما لما بشوفني بيقول لي لازم تغني، حتغني. بقى اوكي. لما فتحنا المستشفى بقى اجى هذا الموضوع، وحبيت اني انا مثل ما قلت لك اوصل الرساله بطريقه تكون حلو، نوع لطيفه. جديد من التسويق ما اتعملش قبل كده صحيح برضو. صحيح. حلو، هو يعني انت مش بتعملي كارير شيفت، او ان انت لا لا بتاخدي بقى الغنى كمهنه، ان انت تبقي بروفيشنال سينجر. لا، انت لا، طبيبه وهتفضلي تمام طبيبه. تمام تمام اوكي، بس حلو ان انت كطبيبه. يعني دايما شخصيات الدكاتره بتبقى فورمال، بتبقى يعني من اللي هم بيشوفوه بيشتغلوا عدد ساعات كتير جدا قبل ما بيتخرجوا، بيذاكروا كتير جدا. انت شخصيتك مش كده خالص، صح؟ صح هو اكيد اكيد بالشغل غير شخصيه، بس هو شوفي يعني هو بالاخير هو نوع من انواع الماركتينج. يعني انت بالاخير لما بدك عم تعملي انت شغل جديد وكونسبت جديد، اجباري بدك تحاولي انت تشدي العالم ل ل للشيء اللي انت عم تفتحيه او الشيء اللي انت مظبوط. عم تعمليه. بقى انا شفت هذا الموضوع، خاصه انه انا يعني غير هذا الموضوع اني انا انفلونسر بالامارات. اوكي. اي بقى هذا الشيء بتعرفي يعني العالم بتحب تستنى منك، مثلا انت شو عم تعملي، شو عم بتساوي، كيف حياتك، شو الشغلات اللي انت بتساويها. فحبيت مثل ما بقول وصل الرسالة يعني بهالطريقة، وبنفس الوقت انه نوع من انواع الماركتينج. بقى اوكي، مشان هيك حلو ايه. قوي. تسلميلي يا طب رب. ايه بقى الكونتنت اللي انت بتقدميه كبلوجر؟ يعني كله ليه علاقة بمجال شغلك بما ايه التغذية والجمال؟ ايه هلا هو انا طبعا احنا مجمع عيادات ومستشفى، هي المستشفى الاولى والوحيدة اللي هي مختصة بعلاج السمنة والبدانة اوكي، وجراحة التجميل. حلو قوي. ايه بقى اكيد نحن بشغلنا يعني اكيد العملاء والاهتمام بالبيشنت وهل يعني هالشغلات، عرفتي عليكي. بقى اكيد نحن الانفلونسر، انه نحن كيف مثلا العمليات بنعملها، كيف بنغير رحلة التغيير للعميل، مثلا من وقت ما ببلش بده يعمل عملية لبين ما يدخل طيب عملية. الأول احنا اوكي، معانا الفنان الكبير عمرو مصطفى على الهاتف. يا عمرو، مساء الخير يا ادوار، ازيك؟ يا حبيبي، ايه الاغاني الجميله دي؟ حبيبي ربنا يخليك يا دايما رب، مبدع دايما وهتفضل مبدع. دايما ربنا بتبهرنا يخليك. والله. ازيك يا نانسي؟ ازيك ازيك يا يا عم؟ صباح؟ ازيك؟ قول لنا ايه رايك في صباح اخبارك؟ بقى؟ صراحه جميله. بص، احنا عملنا الفكره بتاعت الاغنيه دي ان هي تعمل اغنيه بتعبر عن شغلها، يعني بس ما كانش الموضوع برضو غنى قد ما هو ان احنا نعمل فكره جديده، تسويق وبصراحه كانت فكره للفكره. صباح. هي اللي قالت انا يعني استعنتي بعمرو مصطفى عشان تعملي اغنيه. انت عارفه انت عملتي ايه؟ يعني انت جبتي من الاخر. ايوه، هو هذا انت المعتاد رحتي عليه، للتوب. للتوب وفوق هضبه الهرم. وانا بحب بقى التحدي بقى، فقلت لها، هي قالت لي انا بغني بسيط، قلت لها لا هخليك تغني. لا لا، بس انت مطلع اغنيه حلوه قوي، وهي كان مش مغنيه انها تعمل اغنيه بالشكل لا ده. وكون انت ان جايب انت ازاي تونالتي صوتها صح، ايوه، وعارف امتى من فين لفين، وهي هتعرف تقول ايه. وكون ان انت الحمد لله. شفت من زمان ان هي يعني ممكن تغني. يعني هي بتقول لنا ان انت من زمان بتقول لها نانسي انت انا ممكن لازم اخليكي انت هتغني. يا نانسي تغني. انا بغني والله العظيم، ده انا قرفانه دي منها. تتمنى، دي تتمنى انا نانسي ممكن انها اعمل لك تغني. اغنيه دلوقتي يا نانسي على الهواء. انا موافقه والله العظيم، ومعاك، وهتلاقيني بغني وهتنبسط جدا مني. طب يلا يلا يا نانسي بسرعه. انا جاهزه، بص، شوف انت فاضي وانت امتى معاكي وعلى بقى طول. استاذ الاسبانيش والمزيكا الفلامينكو. على فكره انا ايوه. يعني ادوار مش بس مكالمه بنعملها، ده عشره العمر ده كله. عشره من بداياتنا كلنا. لا، من 97 او اه 96. مظبوط مظبوط، ياما قعدنا سوا. و ادوار يا نجم، لهوي نجم من زمان قوي يا حبيبي، طبعا. انا بفرح بيك. اكتر واحد شفته بيعمل لايف حلو ادوار، دي اقسم حقيقة. بالله دي يا حقيقة. حبيبي يا اكتر عم. واحد عمل لايف مزيكا لايف كبيره
وزي بره بالظبط كان ادوارد في مصر كلها. مزبوط. وعلى فكره لحد النهارده محدش عمل سلوت اللايف بتاع ادوارد. يا حبيبي يا عمرو ربنا يخليك، انا بفرح بيك وبفرح بنجاحاتك دايما، ونفسي بقى تشرفني هنا في القاهره اليوم بقى لازم عشان اغني وتعمل لي الاغنيه. انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ نانسي ده انا هعمل لك اغنيه على الهوا. والله العظيم موافقه. طب اديني معايا يا عمرو امتى تبقى معايا؟ فورا تطلع معاك. احنا عايزين نعمل فكره مش مجرد ان انا اجي حلقه. ماشي. احنا عايزين نعمل كده، اختار جونرا من اللي انا عملتها. بص بقى، اختار الوطني او اختار الاسبانيش او اختار اي حاجه من من الحاجات اللي بنعملها، ونعمل تركيبه يعني نعمل جونرا كده في الحلقه، ولو عجبت الناس نعمل حلقات منها. ماشي يلا بينا. والله يعني نعمل حلقه كده كلها مقسوم، حلقه كلها اسبانيشات الحاجات اللي عملتها الاسبانيش، او حلقه وطنيه اي حاجه. لا لا عاجبني حلقه نتكلم عن صباح بس. لان هي دي بجد مصر هتفوز بان هي تبقى موجوده ليها مركز هنا في مصر ان شاء الله، لان هي مميزه جدا 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 جدا. هي جميله، وكمان والفكره نفسها حلوه قوي انها تعمل حاجه زي كده تسويقيا، يعني الناس كلها لازم تروح لهذا الاتجاه. طبعا. وانا بناشد كل الشركات الكبيره وكل الحاجات الكبرى، روحوا لعمرو مصطفى علشان يعمل لكم حاجه تنجحكم اكتر واكتر. حبيبي يا ادوارد حبيبي. وعمرو مصطفى على الهوا هينجح لنا القاهره اليوم، هيبقى معانا الشهر الجاي ده. خلاص توكلنا على الله. هيعمل لي اغنيه ما تنساش، وهنعمل لنانسي اغنيه ونخليها تغنيها على الهوا. ماشي اتفقنا. شكرا لك. ونجيب احمد عادل معانا كمان. خلاص هجيبه بالكيبورد بتاعه. ايوه حبيبي حبيبي عمرو شكرا ليك. ميرسي يا عمرو نورتنا شكرا. دلوقتي لو جينا بس عايز اتكلمك في موضوع ان الناس دلوقتي كلها بقت رايحه للحقن عشان تخس، والموضوع ده صحي؟ هلا هو صراحه هو هلا صار كتير اتجاه على هدول الابر، بس هلا كل ما عم تنكشف اضرار الحقن، عم بتأثر على البشرة، عم بتأثر على الكبد، عم بتأثر على البنكرياس، وخاصة إنه المشكلة الناس الوعي اللي عندها ما في هذا الوعي، إنه نحن يعني أنت ممكن تناسبك الحقن، ممكن أنا ما تناسبني، يعني في عالم خلص إني والله أنا سمعت تجربتك إنه أنت عم تاخذ هاي الحقن، أنا بروح على الصيدلية وباخذها، غلط هذا الموضوع. الشرط تنفع معي؟ لا، هو لازم بالأصل هو لازم يكون في متابعة طبية لهذا الموضوع، ولازم يكون في تحاليل، يعني أنا لازم أروح عند دكتور مختص واعمل تحاليل لاتاكد انه انا هل يا ترى بقدر اخذ هي الحقن. ما فينا ناخذها عمال على بطال، هي مشكله العالم انه بيشوفوا اي شيء ترين طالع يلا بالكل بده يجربه. بعدين بيكتشفوا انه في عالم مثلا عم تتعب كثير، في عالم عم بصير عندها مشاكل بالبنكرياس. حصل فعلا؟ حصل الناس طبعا كده؟ اكيد اكيد. وهلا لسه عم بيكتشفوا يعني الامراض اللي عم بتسببها هي الحقن، هلا بلشت تظهر النتائج. يعني عرفتي بقى هي مشكله النوش، اي شيء ترند العالم كلها بتروح عليه من غير ما نسال اخصائيين بهذا الموضوع. طب انا في حاجه بقى يعني اثرت فضولي جدا، يعني ايه رجيم الهوى؟ ايه ده بقى؟ شوفي هدول الفنانات الاجانب بيحبوا هي الشغلات. هلا هو رجيم الهوى اللي مثلا انت شو مشتي هي تاكلي مثلا برجر ولا برجر والله ولا وات ايفر، انه بتشم الريحه عرفت علي كيف، وهي بهيك بتشبع بجد. بس هذا الموضوع وتجيب الطبق فاضي و بس ده عذاب. مثل فيلم انا بعمل، انا كنت بعمل كده وانا عامله دايت، بس انا كنت يعني اكتشفت ان تتخيلي ان انت قدامك عذاب يعني. اكتر عمل فيلم عادل امام اللي كل من الحته دي كل عرفت عليك انه مشان انه هو كان عامل دايت. بس هذا اكيد هذا الموضوع ما انه صحي تماما، لانه نحن بالاخير موضوع الرجيم لازم يكون هو الشيء اللي لازم يكون في توازن بالدايت. ما في هذا انه كنت تضلي والله فتره طويله بس قاعده على الهواء، ولا قاعده يعني بس انك انت عم تشمي روائح الطبخ او الاكل لتشبعي، هذا ما انه لايف ستايل. هذا ممكن والله عندك مناسبه، عندك شيء محتاجه تنزلي لك كيلين ثلاثه، وهن ما بيكون النزول ما بيكون دهون، بيكون عباره عن سوائل عم بيفزها الجسم. يعني الوزن اللي نزلناه هو عباره عن سوائل بقى. هذا اوكي ممكن ليوم يومين لانه عندك سهره عندك مناسبه، بس ما انه دايت يتبع بشكل طبعا ده عذاب. اي طبعا ده عذاب طبعا. لا هذا بيضرب يعني بيضرب اجهزه ثانيه بالجسم طبعا. اي اكيد اكيد. بس مو قلت لك هو هذا الترندات اللي بتطلع على العالم بتصير بتلحقها بتجربها، وهذا غلط. طب ايه الجوع العاطفي بقى؟ الجوع العاطفي هلا انت شو حاسس؟ يعني شو حالتك هلا؟ حاسس حالك متضايق؟ مبسوط؟ متفائل؟ متوتر؟
انت ناسي بردانه صح؟ انا بردانه جدا. حاسه حالك مش هي تاكلي؟ بردانه وجعانه. شوف، هو الجوع العاطفي هو اللي بيرتبط بالحاله النفسيه للشخص. يعني هو الجوع، هو فرق بين الجوع العادي. الجوع العادي بيجي تدريجي، يعني تدريجي. انت مثلا ما تغديتي، تاخر الوقت، صرتي تحسي حالك انه انت جوعانه، اوكي، تاكلي اي شيء تشبعي. الجوع العاطفي هو بيكون مرتبط بالحاله النفسيه. يعني انت توترت، صار عندك مشكله بالشغل ولا وات ايفر، مشاكل، بتحس حالك خلاص انت بدك تفش خلقك او تتفشش بالاكل. صح. او انت مبسوط كتير وسعيد، او تخليك مش عايز تاكل خالص. كيف هلا في ايه، بس هلا في عالم، في عالم لما بيكون عنده مشاكل وهذا ما بتاكل، بس في عالم العكس بقى. هذا هو الجوع العاطفي اللي بيكون هو مرتبط بالحاله النفسيه اللي نحن عم نمر فيها. عرفت علي؟ وفي عالم برضو تفتو بفرحانه تحب تاكل. صح. وفي ناس تبقى زعلانه تحب تاكل. تمام. صح؟ بقى هذا الشيء لازم نعمل عليه كنترول. بقى هذا امتى بنقدر نعمل عليه كنترول؟ لما بنقدر نحدد سبب الجوع اللي نحن فيه. احنا اول شغله هو لازم الواحد بس حس بالجوع يشرب مي، لانه الجسم انت بس حتى انت لما بتكوني عطشانه او انت محتاجه تشربي مي، ما بيعطيكي انه انت عطشانه. الجسم بيحسسك انه هو محتاج شيء، بتفكري انه انت ممكن تكوني جوعانه. بس هو ممكن تبقي عايزه مي. ايه تماما، تشربي مي. لما بتشربي مي بتحسي حالك لا لساتك جوعانه، بتشوفي يعني انه انت جوعانه لانه بالفعل ما اكلتي، ولا انه جوعانه لانه انت اجاكي ايميل نرفزتي منه، ولا اجاكي تليفون وضايقك. عرفتي؟ على هالاساس بتقدري تعملي كنترول على هذا الموضوع. صح. طب صحيح احنا المفروض ناكل 5 مرات في اليوم عشان؟ اكيد اكيد، هو لازم ناكل كل تقريبا كل ساعتين او كل 3 ساعات. لازم تكون في وجبه اساسيه، الفطور، في سناك، بعدين بيجي الغداء سناك، عشاء، وممكن يكون بعده سناك. هو يفضل انه تكون الكميه قليله باوقات متقاطعه. يعني السناك ده بقى يكون ايه بقى؟ شغلات، مكسرات، ممكن قطعه فواكه، فاكهه، عصير. ايه، الفواكه او المكسرات، الخضروات كده ولا كده لا هو دائما بيقولوا لك قد قبضه الايد. يعني كده. ايه تماما. ما انا بحاول امسك. ايه لا انت مو هيك هيك بدها تكون. والله صدق قبضه الايد. عارفين الحاجات اللي بتبقى في الاركيد جيمز اللي بتنزل تجيبها ده انت وتجيب مكسرات؟ شو بيقدر يحصل انه عرفت كمشه ايد هيك الكمشه بتكون. حتى بيقع مني وانا ما هو طبعا ما انت تلاقيك واخدت كده. انا كنت شفت فيديو قبل كده كان كاتشي جدا، انه كان بيقولك الفرق ما بين 100 كالوريز، يعني انه 100 كالوريز مثلا ممكن تبقى حبه مكسرات قد كده، وقصادهم مثلا طبق فشار كبير. فيقولك هي مش يعني ان الكميه مش فارقه، على قد ما تشوف انت الكميه دي بتديك كالوريز قد ايه. ممكن تبقى حبه قد كده بس يدوك 100 كالوري، وحبه قد كده يدوك برضو 100 كالوريز. صح. انت بتحسبيها كده؟ يعني بتشوفي ان الدنيا بتمشي كده، ولا بتحسبيها اكتر بالقيمه الغذائيه اللي اخدها بغض النظر الاكل ده فيه كالوريز قد ايه؟ هو الصحيح لازم تكون الوجبه فيها تقريبا ثلثها كارب وثلثها الياف وثلثها بروتين. هذا هو الصح. عرفتي علي كيف؟ أوكي. يعني يكون الاكل متنوع بقى. صح. ايه هذا هو الموضوع. هو الاهم انه نحن هي عمليه حسابيه، يعني على قد ما بناكل لازم نحرق لنقدر. اذا هذا بدنا نحافظ على الوزن، خلينا نقول نحافظ على الوزن، قديش انت بتحرقي بدك تاكلي على قد تمام، بدك تنحفي اكثر تاكلي اقل وبتحرقي اكثر. بقى هو الموضوع معادله يعني نسبيه، ما في ايه تماما تماما بهذا الموضوع. مزبوط. دكتوره صباح نشكر جدا جدا جدا، تسلمي، نورتي الاغنيه الجايه. شكرا. ان شاء الله باذن الله. اي مشروع جديد هتعمليه؟ ان شاء الله.